لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك وآلك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء في القفر يمشي السبط ذاوي في النصب ويزيد بين قيانه أهل الطرب. ومضى الحسين يسير حثاً والمنايا قبله تخطو ليتبعها السباب حتى توقف مهره في تربة ولها روائح لا كما باقي التراب. ناداهم ما هذه الأرض التي مهري توقف عندها يا للعجب. قالوا تسمى كربلاء. فبكى الحسين وقال يا صحب استعدوا للكرب وان هنا تسبى نسائي بعدنا وتموت أطفالي ونسواني تساب ويفور دمي من جبيني بعدما ينشق بالحجر السنين المرتقى. وحسينا وسيدا فيسيل دمي فوق عيني حاجبا أفق السماء فأشيل ثوبي إذ حجب فيبان قلبي ظامئا وكأنه يحمى كجمر أو كصالية اللغب. إني هنا أرمى بسهم نافذ. فيصاب قلبي بسهم ذي
شعيب أيوة حسينا فأطيح من مهري صريعا مثقلا ويذوب خدي والوساد من الكثاب ويشال رأسي بالقناة وكأنه كالبدر بالدم احتجاب وتجول خيل القوم فوقي جولتان تنفدت منها أعظم إربا إربا حطوا على الوادي حطوا على الوادي يا عزوتي يا رجالي حطوا على الوادي يا قومنا بسألكم وأنا خبير اسمع هذه الأراضي جدي كرب البلاء سمع يشرب ثرى دمي وتبخل علينا بما راضي أنا بهالتربة حطوا على الوادي عنها فلا نغادي وعنها فلا نرايح فيها بقاسي شدة والمكربة والصايح وفيها العدا تذبحني وابقى عفير طايح راضي أنا بهالتربة حطوا على الوادي هذه خبرها عندي عنها لحد يسألني في هالعدا تذبحني وفي عزوتي تفجعني وفيها يجيني سهم في لبتي ويصرخ وفيها هتف بهاتف حطه على هذا مكان حصاني في طيحتي والمسرح اجيني لقي من حاقد فوق الصدر يتربع يضرب بسيف نحري ومن النحر يتقطع لكن الأمر لله
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: بعثت بين جاهليتين لأخراهما شر من أولاهما. لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم وطيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الروايات في توصيف حال آخر الزمان روايات كثيرة متواترة بكثرتها تصف حال هذا الزمان بتفاصيل ما يصدق عليه عنوان العودة إلى الجاهلية الأولى، وهذا ما أريد أن أقف عليه في هذه الليلة عبر ثلاث نقاط. أولا، في بيان معنى الجاهلية وتعداد أبعادها وتحليل هذه الأبعاد. ثانيا، في توضيح الجاهلية الثانية الجديدة وما هو الفرق بينها وبين الجاهلية الأولى. ثالثا، في طرح الضمانة التي تؤمننا من الوقوع في هذه الجاهلية. بالنسبة إلى الأمر الأول، فالجاهلية على نحو الاختصار مأخوذة من الجهل، والجهل معناه خلاف العلم، فالجاهلية حالة تضاد العلم. اشتق منها اسم الفاعل من أجل بيان دوام حالة الجهل، يعني أنه مو جهل في شيء جزئي أو أنه يعبر عن حالة آنية، بل إنه يكون متصفا على نحو الدوام بالجهل. ثم أضيفت إليها ياء النسبة فانقلبت الكلمة إلى نعت، وأضيفت إليها تاء التأنيث لتوصيف المنعوت، لأن التقدير الملة الجاهلية. وقد تكون مصدرا صناعيا قياسيا يشير إلى مرحلة وفترة زمانية معينة بحدودها الثقافية الخاصة، كما هو الحال مثلا في مصطلح الفروسية الوثنية إلى غير ذلك. على أي حال، الجاهلية خلاف العلم تشير إلى هذه الحالة، الابتعاد عن العلم. بعد ذلك انجي إلى أبعادها بعد اتضاح معناها. طبعا في الاصطلاح القرآني للجاهلية اللي استعمل هذه الكلمة أكثر من مرة، ليس هو مطلق عدم العلم إذا يتكلم عن الجاهلية، بل الجاهلية في القرآن هي خصوص عدم العلم بالمعارف الإلهية. ما هي أبعاد هذه الجاهلية؟ أكو أبعاد أربعة أساسية للجاهلية ما قبل عهد البعثة النبوية الشريفة، وهذه الأبعاد إذا جيت قايس ما بين بعض البعض أشوف أنها أبعاد تراتبية، بمعنى أنها تبتدئ بالبعد الأول فيجر إلى البعد الثاني، وكلها تشترك في عدم العلم في الجهل،
أول تلك الأبعاد وأساسها الجانب والبعد المعرفي، ثانيا البعد التشريعي، ثالثا البعد الأخلاقي، رابعا البعد الاجتماعي. تعال نتوقف عندها شوية. بالنسبة إلى البعد المعرفي، فإن منطلق الجهل ونقطة الانحراف في تلك الجاهلية كانت تبتدئ بالابتعاد عن العبودية لله عز وجل، يعني الخروج عن معرفة الله سبحانه وتعالى، كما وصف النبي صلى الله عليه وآله هذه الحالة بقوله: إن أهل الجاهلية عبدوا غير الله. هنا النقطة، هنا البداية. إنزين، عبدوا غير الله، وين راحوا؟ وين اتجهوا؟ قال بعض العلماء كالعلامة الطباطبائي: اتجهوا إلى الوثنية. الوثنية شنو هي؟ الوثنية ليس فيها رفض تام لله سبحانه وتعالى، الوثنية ليست إلحادا، بل هي توسيط الشفعاء بين الوثني وبين الله تعالى، بحيث يرى لهؤلاء الشفعاء نحو استقلال، فيكون التوجه لهم لا إلى الله عز وجل. هذه الوثنية. عاد شوف، عاد صنم، بقر، شخص إلى آخره، شمس، بحر، كل ما يعبد من دون الله عز وجل كوسيط هذا يسمى وثنا. زين، هذه الوثنية ما هي معالمها؟ إذا تدقق فيها سوف تجد أن لها التقاط من وثنيات متعددة، يعني وثنية الجاهلية التي كانت في بيئة النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث كانت وثنية هجينة، يعني متأثرة من وثنيات وأفكار متعددة كوثنية الصابئة والبراهمة وغيرهم، يذكر هذا البحث بتفصيله العلامة الطباطبائي في الميزان رحمة الله تعالى عليه، ويشير إلى أن هذه الوثنية الجاهلية العجيب فيها أنها كانت مختلطة ببعض مظاهر التوحيد، مأخوذة أيضا عن حنفية إبراهيم عليه السلام، بل ومن اليهودية والنصرانية. إذن هي مجموعة أفكار التقاطية هجينة انسجمت مع بعضها البعض من الناحية المعرفية. شنو أساس هذا الالتقاط؟ ليش يعني الواحد كل مرة بيروح يبحث ليه عن فكرة وفكرة ويضمها وكذا ويخرج بعقيدة معينة؟ الإمام الباقر عليه السلام يوضح ذلك في تفسير قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول: نزلت في قريش كلما هووا أم شيئا عبدوه. مسلمين أنفسهم إلى الهوى، إلى أذواقهم، إلى رغباتهم، فكل ما عجبهم شيء هووا شيئا عبدوه. زين، ما الذي يدعو إلى حالة اتباع الهوى بهذه الوثنية؟ بالتدقيق أيضا في المسألة أكثر نجد أن الركون إلى الجانب المحسوس والأنس به هو الذي يدعو الإنسان لممارسة عقيدة الوثنية. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى غير مرئي بهذه الأبصار، وكنه غيبي، فهؤلاء لم يحتملوا عبادة إله خفي بالنسبة إلى أبصارهم، فراحوا يمثلون إليه أصنام وأوثان، وقالوا: هذول شفعاء، لازم إله أشوفه
وأتبعه كأمر مرئي. إذن هذه معالم الجاهلية من البعد المعرفي، جاهلية وثنية التقاطية هجينة تبعا للأهواء لسد الحاجة المادية لدى الإنسان. البعد الثاني هو البعد التشريعي. البعد التشريعي هو فيما يتعلق بالأحكام التي تسير الإنسان في هذه الحياة، افعل ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي. أيضا كانت هناك أحكام جاهلية سيرت بها المجتمعات في إدارة الشؤون العامة لتلك البيئة بمقتضى هذه الثقافة الجاهلية. يوضحها إلينا الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول: الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله فقد حكم بحكم الجاهلية. الآن جاي بثوب تمدن تحضر في ذيك الفترة تبعا لكسرى تبعا للروم، حضارات متقدمة. الإمام سلام الله عليه يقول أي حكم في تلك الفترة سواء كان في بيئة بدائية أو بيئة متحضرة ما لم يكن منتميا لحكم الله عز وجل فهو حكم جاهلي، لأن ماكو حالة ثالثة بينهما. ثلاثة، الميزان الأخلاقي في مسألة الجاهلية. الجاهلية الأخلاقية كانت تعبر عن جهل فاقع جدا فيما يتعلق بتحديد الميزان النفسي الأخلاقي الإنساني والاعتدال فيه. ولذلك تلحظ أنهم كانوا يحسبون ما هو إفراط أو تفريط في الميزان الأخلاقي اعتدالا ووسطية، وأنه هذا ما ينبغي أن يكون، وهذا ما أوصلهم إلى خلق يعبر عنه النراقي في جامع السعادات رحمة الله تعالى عليه بأنه مجمع الرذائل. يعني ما من رذيلة وخلق سلبي إلا وهو ينشأ عن هذه القيمة السلبية وهذه الرذيلة الخلقية. ما هي؟ الكبر. وفعلا إذا تراجع الروايات اللي توصف الحالة الأخلاقية إلى المجتمع الجاهلي آنذاك توصفه من هذه الزاوية، بأنه مجتمع متفاخر بالأنساب، لديه استعلاءات، تمييزات، أنانيات، عصبيات قبلية، انتصارات جاهلية ظالمة، كلها ترجع إلى مسألة الكبر. هذا البعد الأخلاقي. البعد الرابع والأخير هو البعد الذي يعبر عن انعكاس جميع هذه الأبعاد المتقدمة في الجاهلية، وهو البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي شنو المقصود به؟ المقصود به الأعراف الاجتماعية التي تغلغلت في ذلك المجتمع آنذاك بحيث صارت تحكمه كتواضعات اجتماعية الناس متفقة عليها، مقتنعة بها، تراها قوانين اجتماعية نافذة تسير حركة المجتمع لتتدخل حتى في تفاصيل شؤونهم المعاشية. وما شاء الله من هذه القوانين والأعراف كانت موجودة عندهم: ازدراء المرأة مثلا، وأد البنات، الإغارة والسلب من أجل مثلا استجلاب المنافع الاقتصادية من أجل رد المجاعات، وإلى غير ذلك من الأمور اللي كانت تتحكم في المجتمعات الجاهلية.
بالاطلاع على هذه الأبعاد الأربعة ندرك أن المجتمع في عهد ما قبل البعثة النبوية كان يعيش في أحط درجات التسافل، بحيث يمكن أن ينسب إليهم إلا ما استثني من القليل الجهل في جميع تحركاتهم ورؤيتهم وتفسيرهم للحياة. في كل الأبعاد شوف للجهل موضع متحكم مؤثر في حركتهم الاجتماعية والمعرفية والأخلاقية والتشريعية وكل شيء. إذا أدركنا هذا، تعال معي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية في بيان وجود جاهلية جديدة في عصر جديد أشار إليها الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في تفسيره سلام الله عليه يقول: يعني يكون جاهلية ثانية. هذه الجاهلية الثانية ما هي معالمها؟ ما هي امتيازاتها عن الجاهلية الأولى؟ طبعا تلتقي وتنطلق منها، ولذلك سموها عود إلى الجاهلية الأولى، ولكن صورها ومصادقها مختلفة، وهي لها خصائص سوف تتضح بعد قليل. أولا هذه الجاهلية لابد أن نعرف شلون أنت تتكلم عن إرث ثقافي مندثر قبل 1400 سنة ببركة بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وتقول أنه سوف يعود بعينه بعد 1400 سنة. هل هذا معقول؟ المجتمعات ترجع إلى الخلف؟ وفي جواب ذلك نقول بأن الجاهلية كما اتضح من النقطة الأولى ملاكها وتحقق الجهل، بحيث يكون هو المؤثر الأول في جميع الأبعاد الإنسانية، هذا ملاك الجاهلية. فإذا رجع هذا الملاك حتى لو اختلفت صورته، يكون العصر عصر جاهلية ولا يكون كذلك، لأن ملاكه متحقق وهو الجهل. هذا أولا. ثانيا هذه الجاهلية الثانية تجتمع مع العلم. شلون تجتمع مع العلم؟ يعني تأتي في زمن يكون فيه العلم متطورا إلى درجة يكون الالتفات إليه يكون التركيز عليه كأمر أكثر إلفاتا. بتقول شلون يجتمع الجهل مع العلم؟ باختلاف اللحاظ. الجهل يكون في أوج درجاته فيما يتعلق بالمعارف الإلهية، لأن ذكرنا احنا في النقطة الأولى أن الجاهلية اللي يتكلم عنها القرآن هي الجاهلية في المعارف الإلهية، ولكنه قد يكون متطورا في المعارف الأخرى. وهذا الاجتماع يسبب تشويشا وتدليسا واغترارا بأن هذا العصر لا يمكن أن يوسم بالجهل، وهو يعيش أوج درجات العلم وتطوراته في الجوانب الأخرى، ولذلك هي جاهلية خداعة. من هنا نفهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: بعثت بين جاهليتين لأخراهما شر من أولاهما. يوصف أن هذه الجاهلية الثانية سوف تكون أكثر خطرا وأكثر نسميها شرانية من الجاهلية الأولى. ليش؟ لأن فيها جانب خفاء، جانب خداع يعيش فيها الإنسان، وهو يلحظ نفسه
بالنسبة إلى الآخر البدائي قبل 1000 سنة و2000 سنة يقول وين كانوا ووين صرنا؟ تعال شوف العلم وين تطور وين وصل، يلتفت إلى هذا الجانب. لكن جانب المعارف الإلهية وتغلغله وتأثيره على مستوى المجتمعات البشرية مهمول عند الكثيرين ولا يقيم له وزنا. ليش؟ للتشويشات الحاصلة. ثالثا أو رابعا، هذه الجاهلية تبدأ من عين نقطة انطلقت، من عين النقطة التي انطلقت منها الجاهلية الأولى، لأن لابد أن تحمل نفس ملاكها حتى توصف بنفس الوصف. وقلنا هناك بأن نقطة الانحراف في مسألة الجاهلية الأولى وين كانت؟ بالخروج عن زي العبودية لله تعالى. إن أهل الجاهلية عبدوا غير الله، ابتدأوا بالجاهلية من هذه النقطة. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى جاهلية العصر الجديد، أيضا تنطلق من نفس المنطلق وتنحرف من نفس النقطة وعينها، أيضا ترفض عبودية الله تعالى وترفض أن تنضوي تحت ظله عز وجل، وتستبدل ذلك بمحورية الإنسان. الإنسان هو اللي يحكم، الإنسان هو الوصي على نفسه. شايفين أجاية شلون؟ بقوالب فلسفية تابعة إلى علوم الفلسفة وعلوم الاجتماع والمذاهب فيها، وتقولب بهذه الكيفيات كنظريات علمية وتتحرك بلباس العلم، ولكنها في كنهها جاهلية جهلاء. إذن ما دامت الجاهلية الجديدة تنطلق من نفس نقطة الانحراف في الجاهلية الأولى، هل أنها تتمسك بعين المذهب العقائدي الذي اتخذه أهل الجاهلية الأولى الوثنية؟ نعم، ولكنها رغم ذلك تكون وثنية بثوب جديد. وكما أن الوثنية هناك كانت اتباعا للهوى لإشباع الحاجات المادية، فكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الجاهلية الجديدة. يصفها النبي صلى الله عليه وآله يقول كل درهم عندهم صنم. الغرض الاقتصادي، غرض الاستئثار، تجميع الثروات، السلطة، هذه الجاهلية الجديدة. لذلك يقدس كل درهم فضلا عن الأموال الطائلة. ومن هنا ندرك أن هذه الجاهلية في باطنها مع الجاهلية الأولى واحدة، ولكن لأنها تتقولب بقوالب جديدة خداعة، فإنها تبرز في لباس الضد من كنه الجاهلية. الجاهلية شنو مأخوذة من؟ الجهل، والجهل خلاف العلم. الملفت في الجاهلية الجديدة بأنها باطنها جاهلية بدرجات أكثر تسافلا من الجاهلية الأولى، ولكنها تبرز في ثوب العلم، في ثوب التطور، في ثوب التقدم، في ثوب نبذ التخلف والرجعية والجهل. لذلك الروايات تصف آخر الزمان بأنه قبل القيامة يرفع العلم. العلم يرفع، شلون يرفع مع هذا التطور؟ العلم بالمعارف الإلهية. الناس تتنكر لهذه المعارف وترجع إلى الجاهلية الأولى. وكما أن الجاهلية الأولى كانت جاهلية التقاطية، شوية من الصابئة، شوية من المسيح، شوية من الحنيفية، وتخلط بين هذا وذاك، فكذلك هي
الوثنية في الجاهلية الجديدة، وثنية معرفية التقاطية بكل ما للكلمة من معنى. تكاتفت فيها التيارات الإلحادية، إلحاد، علمانية، نسوية، كلهم يشوفهم يعاضدون بعضهم بعضا، هذا يدعو لهذا وذاك يدعو لهذا وفقا لمشتركات فكرية ومصالح خارجية. لذلك اشوف ان الجهة المعرفية في الجاهلية الثانية جهة متناقضة بامتياز، وهي تتفاخر بهذا التناقض. ولذلك مثلا من بعض مفرزاتها تعدد القراءات، نسبية الحق. لو يعرض هذا على العقل السليم يرفض، يقول هذا تناقض، ما يصير حق وغير حق في نفس الوقت. تعدد القراءات، انت لك قراءتك وانا لي قراءتي في هذا الامر في ذاك الامر، انت صح وانا صح، العقل السليم يرفض ذلك. لكن الجاهلية الجديدة تأتي بمثل هذه الافكار الالتقاطية المتناقضة وتفتخر بها. والعجيب انه من الناحية الاجتماعية إذا كانت الجاهلية السابقة تحكم المجتمعات وفقا لأعراف عفوية تراكمية، الجاهلية الجديدة لا، تريد تحكم المجتمعات بعولمة مستقصدة، تريد أن تدول هذه المعارف الجاهلية كقوانين دولية، من يتجاوزها يعتبر متخلفا عن الركب. لاحظ الخطورة. من هنا نسأل هذا السؤال وبه نختم، شنو هي الضمانة عن أن نقع في براثن هذه الجاهلية؟ الضمانة بحسب الروايات أمران. الأمر الأول، الروايات الكثيرة الواردة التي تقول من مات ولم يعرف إمام زمانه، قضية المهدوية. واثنين، تزور الحسين سلام الله عليه فتقول السلام عليك، أو أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها. هذه الجاهلية المشروع الذي يتمكن أن يقف ضدها بحيث يؤثر، هو مشروع ينبغي أن يمتلك هذه التوليفة بين العلم والعاطفة، ويتغلغل في نفوس الناس، عقول الناس، قلوب الناس ليطهرها. ومن له هذه القابلية غير قضية الإمام والتعلق به سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف عن طريق الحسين سلام الله عليه، بوابتنا إلى الإمام الحجة التمسك بهذه الشعائر. لذلك شوف التنبيهات اللي تذكر هنا في هذا الشأن، مثلا مواجهة هذه الجاهلية الإمام سلام الله عليه سوف يواجهها إذا خرج. إذا أنا من الآن ما حملت فكرا وتوجها عاطفيا مسانخا لمشروع الإمام، ما بقدر أنسجم ويا هذا المشروع اللي بيخرج به الإمام سلام الله عليه. ولذلك تقول الروايات له غيبة يحار فيها الجاهلون. شوف الجاهلية، حتى يقول قائلهم لا حاجة لنا بآل محمد صلى الله عليه وآله. والآن يقولون له لا، يقولون بألسنة متعددة ما لنا حاجة في هذا الدين، عدنا قيمنا وعدنا مبادئنا، مو إلا اللي انتون تقولونه على المنابر وفي المحاريب ومعارف القرآن ومعارف الروايات. ثانيا، لابد أن نعرف أن طريق اقتلاع هذه الجاهلية الجديدة على يد الإمام الحجة سلام الله عليه سوف يكون هو عينه طريق اقتلاع النبي صلى الله عليه وآله للجاهلية الأولى، وهذا ما صرحت به الروايات
وإن الطريق الأسلم في ذلك اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وفي اقتلاع الجاهلية الثانية أيضا نقول إن مقتلعها إنما يقتلعها باسم الحسين سلام الله عليه. فاللي يريد ضمان عن هذه الجاهلية واللي يريد ينضم إلى الركب المهدوي بحيث تسمح نفسه له بذلك بكل أريحية، أن يعيش الإنسان هذا التمسك بسيد الشهداء، الارتباط بهذه الشعائر، حتى ينعكس هذا النور على أنفسنا على أخلاقنا. شوف أكو بعض الناس كما في الرواية أعرابي، الأعراب عادة بعيدين عن مواطن العلم. تقول الرواية: لما أجرى المتوكل العباسي عليه ما عليه من لعائن الله الماء على قبر الحسين، ظل 40 يوم حتى نضب فاختفى أثر قبر الحسين سلام الله عليه. إجا واحد أعرابي من بني أسد، أعرابي شقد يمتلك من علوم، فقيه؟ لا مو فقيه، ولكن نور الفطرة الحسينية منعكس في قلبه. تقول الرواية: فصار يمشي في كربلاء يأخذ قبضة من التراب يشمها فيرمي بها، هكذا حتى وصل إلى موضع أحمر، أخذ شوية تراب شمه وقع على قبر الحسين وهو ينادي: بأبي أنت وأمي، طبت ميتا وطبت حيا. هذه ريحة أبو علي، هذه ريحتك يا حسين، أميزها. ليش؟ لأن نور منعكس في قلبه. وإحنا بعد اليوم نبغي نروح إلى كربلاء، الليلة بحسب السيرة أبو علي وصل إلى كربلاء، وانت تقدر توصل الى كربلاء من دون ان تعيش هم زينب، من غير ما تعيش صور ابو فاضل شلون يدلل زينب. ولذلك استعد ركب الحسين في بعض المنازل ان يمشي على العادة: وين ابو فاضل؟ عباس لبيك ابا عبد الله، عباس يا عضدي ويا حصن النساء وفخرها، هيا سنمضي يا أخي نبغي الطفوف ومرها، أدنو النياق إلى النساء رفقا وصونوا خدرها، وتلطفوا وتحننوا حتما ألينوا سيرها، لا تظمأن بلا روى بالماء أطفو حرها، أبو فاضل بعدي وبعدك لو أتى شمر تكفل أمرها، ما من رحيم يا أخي يأتي ويجبر كسرها. أبو علي عن ويش تتكلم؟ قال: ويلاه إن زينب شمر تكفل أمرها، ويلا ويلي عليها إن لو مشت للشام تطوي أسرها، وبلا كفيل بين أغراب ترافق شمرها، وبكفها وبنحرها قيد يجرح نحرها. آه
هذا حال زينب أبو علي. قال بلى أخي، يلا روح إلى زينب، وأنا أعلم أن زينب لا تريد غيرك يا أبا الفضل. روح إلى زينب يا العضيد، وخلي المشي إيد بإيد، أدري بأغيرك ما تريد، وش قد تحبك يا القمر. خوفي يا خويا تنكسر، تحنن علي البدور، تالي مردها للأسور، ما عدها والي القمر. أبو فاضل أخي يا عباس، وخلك حنون على الأخت، حالتها من بعدك تفيت، من على الغبرة تنفليت، الصوت جي على الظهر. وانت ما ترضى يا أبو فاضل، لذلك عوضها من الآن حنان. انكسر قلبه أبو فاضل على زينب، وراح يركض إلى خيمتها. يوم الذي راعي الشية أنواي شد الراحل، جاب المحامل للحارة، كل فارد وجه حدي، طبلعت زينب مبتسم، عباس راح الماء قالي الهيا ظنوات علي، قومي روح الكربلاء، قالت لأخويا محملي يا هو الذي قالي شيب شوري امرك نود نتمثل، قالت لنا عمين وذخور بوجودك الممشى يحل. يلا وياك ابو فاضل، وخلت ايدها على ايده، وصار يمشي بها معززة مكرمة. دخل زينب داخل الهودج، وهو يتلفت يمين شمال، ماكو عين تصد إلى خيال زينب. ويوم مشت ناقة زينب ويتقدم أبو علي بناقته، مشت الضعينة ومشى الرب كله. وتعال عاد شوف أبو فاضل، لا يكون محمل يميل، لا يكون زينب تحتاج حاجة وتطلب، لا أنا أبادرها قبل لا تطلب، كالحين ويتعهدها، كالحين وينزل، كالحين ويروح. أبو علي قال لي أبو فاضل أنت ظهري وعضيدي، أريدك يمي، وين تروح؟ كل ساعة عباس ونزه محمل الحور ريعه، صد للحسين وناشده، شنهي نزل تكبل يا خويا نزلتي، تدري بخيتنا مدللة، ما
وفذ الويل هضم فطمة على العزوة العولاتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. أوصفها لك أبو فاضل، سامحني سيدي سامحني، لكن لازم أوصفها إلى شيعتكم. تستر وجه أجفوفها والدمعة بالخد سايلة، ولإرادة الناقة عثور يضرب خواتك حرملة. صارت تمشي وياه عن على أخاطر زينب، تفتت صاحت عباس لبيك يا زينب نور عيوني سيدتي آمري خادم، صاحت ونادت والدمع هايل لكن يا بعد الروح بسأل، وانت اللي في امري تكفل. ابو فاضل توعدني ما حد لي يوصل يطلعني من خوفي الى التل، وتوعدني ما اشوفك مجدل واروح مسبية وانذال وجمال اركب بلا محمل كلها يا بعد الروح هزال. بصوت الشمر هالظهر ينشل توعدني يا حامي الضعينة ما تنظر بخويا سكيلة وحسين ما ينرض جبيلة وما شوف أخويا ذبحيلة بالغبرة ما أسمع وليلة. أخي أخي بالهون شوية علي يا زينب، وقام انتفض حامي الضعينة والإيد خلاها على عينه تاليها أشر على يديله عباس يخدمكم بعينه. لكن زينب لكن لا طاحت يمينه شوفينا راسه فاضخينه تنادين من بعد عمينه وانا الكفل راح وين. يمشون على هالحال وإذا بأحد أصحاب الحسين يكبر الله أكبر، قال لما كبرت؟ الله أكبر، قال سيدي وصلنا أطراف الكوفة هذه رؤوس النخل. وإذا بأصحاب الحسين يقولون والله ما رأينا في هذا الموضع رأس نخل قط. دققوا النظر وإذا بها آذان الخيول رؤوس الأسنة وأول حزن زينب جاي وما بين ما يمشي الشهيد انهار ولا كبروا ويقولون هذي رؤوس الخيل قلهم أبد هذي الأسنة وطلت الخيل
أول حزن زينب دقوم والله المعين دقق ولا العسكر يتقدم الحور جايب ألف فارس وهو ينهى ويؤمر مأمور ما خليك يا ابن المصطفى تمر مأمور ما خليك يا ابن المصطفى تمر وصار الحكي في شدته ما بين الاثنين ترد الحر مع الحسين في القول حتى أغضب الحسين ما وراءك يا حور قال هذا الأمير يأمرني ألا أدعك تدخل إلى الكوفة وأن تأتي وتتبعني وقال إذا لا أتبعك قال إذا لا أدعك فغضب الحسين فنادى ثكلتك أمك يا حور ما تشوف وياي نسوان روعت قلوبها هذول ودايع رسول الله زينب بنت علي وياهم روعت قلوبهم يا حور قال طار أمي يا سيد العترة لو أي أحد غيرك يذكره ما أتركه حتى أضره لكن أبو علي أنت غير حسين حسين يا حسين أنت أمك الزغرة وظل على هذا الحال يتردان في القول والحسين يمشي والحر يسايره حتى جاء فارس أقبل من ناحية الكوفة ملثما فلما وصل سلم على الحر وأصحابه ولم يسلم على الحسين قدم إليه كتاب ابن زياد وإذا فيه أما بعد فإذا وصلك كتابي هذا فجعجع بالحسين واحبسه في أرضين غير ذات خضر وماء يعني حتى يموت عطش أبو علي بعياله بنسائه فجعل الحسين يمشي والحر يسايره والدابة على مزاج صاحبها أسرع الحسين في المسير فأسرعت خلفه النياق فصارت تتمايل يمينا وشمالا حتى تضاربت الهواديج وتداخلت المحامل وإذا بزينب تنادي عباس والضعن يضعضع ويمشي بين الجبال وعرى الأرض نوبين يمين ونوب نشمع ولا العقيلة تصيح خويا محملين لحق على النسوان يا عباس يا حسين وحسين بان خوف زينب وكأني بأبي الفضل يهرول إليها فصار ما بين الحسين وبين زينب لبيك أخيه صاحت بكافلها شديد العزم والباء شمر أردانك وانشر البارك يا عباس جن يا عاين مصيبة شيء ما
ما ظنت نرجع بدولتنا المدينة، قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي، ما دام انا موجود يا اختي، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، لحمل على العسكر واذكرهم بابو، صاحت عرفك بالحرب يا اخوي، وقطع الزند هذا الذي منه بخا، يوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، يا هول يرد الخيل لا اجمت علينا، وحسين تفطن الحسين الى خوف زينب فالتفت الى اصحابه، افيكم من يدل الطريق على غير الجادة؟ فانبرى له الطرماح، لبيك سيدي ابا عبد الله، قال فتقدم وحدي الى هذه النوق، يمكن تهدأ وتهدأ وياها الفاطميات، ترى زينب مروعة، قالوا اي شرف اعظم من هذا الشرف سيدي، وتقدم ورفع صوتها، يا ناقتي لا تذعري من وشمري قبل طلوع الفجر، في خير ركبان وخير سر، يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصر، بينما السبط بأهله مجدا في المسي، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشي، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، وحسين فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحله، فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا، قيل هذه كربلاء، قال كرب، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر، وحسين وحسين شم ريحتها أبو علي وتنفس الصعداء، ها هنا والله تذبح رجالنا، ها هنا والله تقتل أطفالنا، الأعظم عليك أبو علي قال ها هنا والله تسمى نساؤنا، إحنا هنا يضربون زينب، إحنا يسلبون زينب، إحنا يقيدون زينب، إحنا يشهرون زينب، يودونها إلى التواوي، تردد مهور لحسين في كربلاء واحتار، نادى ودمع العين فوق الخد نثار، نادى ودمع العين فوق الخد وقفت يا مهري محل ما طيح منا، محتار في هالوقفة لو مأمور جنة، قال له بلسان الحال هذا محل دفنه، يا سيدي وراسك يشيلونه بخطار، يا سيدي وراسك يشيلونه، نادى ودموع تسيل فوق خدوده نهره، يا اخواني حطوا هالمحل ملتقى الصفه، هذا محل ما يقطعونا راس الحسين،
نصب الخيم تالي العدو يحرقها بالنار، نصب الخيم تالي العدو يحرقها بالنار. هذا محل حرمله في صدر السهم يرمي، وهذا محل ما ينسفك من نحر دم، هذا محل يبقى ثلاثة أيام جسمي، وما حد يجفنا والجفن من صافي غبار، ما حد يجفنا والجفن من صافي. هذا محل ذبحة أبوسك ورضيعة، وعند النهر عباس شفينا قطيعة، وهذا محل ما يضربون اختي الوديعة، وتالي يدخلوها على سكر خمار. هذا محل ما ينقطع بالسيف نحري، وهذا محل ما ينوطى بنعال صدري، وهناك يا اخوان ترض الخيل ظهري. وحسين ش اللي يجري كربلاء في يوم عاشور الظهر، ش اللي يجري فوق ظهري وش اللي يجري على الصدر، جاوبيني وش يسوي في نحري وراسي. تقبل منا اشفي مرضانا، فك أسرانا، اقضي حوائجنا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.